وعن او وناكسن داوديال ملور بوا دوني داكي جوكتان حالكا آد نغا داو نيسان واتوبت وراركا هكاك وربحينتان آما قضب كينان وحانكو ايغينا عيدا ماذا دولاد دا يوغرين او ديار ذيهي اغفرها بضنا ساعة ذيهي ووري مانتا كوويراري عيدا ماذا دولاد دا روشكا افايان وحالي وزارة الدفاع دولاد روشكا ايا صوبان لغي ديار ذيهي اغبادنا اي يوغرين او اي كوويرار تا عيدا ماذا روشكا ساعة ذيهي ودن بيهي ايو نوع والبو اي هايين ديار ذيهي مانتاي قبيهان بسوط داديين عيدا ماذا دولاد روشكا انكستو قرشيهي ايو ويراركي ايا مركي هورا لدونيي إن ديارة ذاها سيئي فليان أو دعسوبي أو نظامك الدفاع عيدا ماذا دولاد روشكو واي سيوان أكسن أولا تعالين هادنو واحاي أهايين تلد ديارة ذا ميغا واي لاذا هاي دولاد دالكي يورين كواسوا الغرشو واها إنو قدام بينتي اي نافيان عيدا ماذا دولاد روشكا ها تنوسو ديار قروبيا والقالكو عصب هول قالك عصب اللغو قاضيو ودنك يوغرين افهايينك عيدا ماذا ودنك روشكا سيقار وزارة الدفاع جنرال إيغور كونشنكوف ننك اللي رادو ايا وكالادو وراركا وايا وكالادها وراركا RIA ايو سيدو كالاتو تاس وشيغي ديارة ديهي مانتا ايدولك سوديغين وعيري أفر كاميدا ديارة ذاها داقالك عيدا ماذا دولاد دا يوغرين أيان جربذي بطلولكو كوهب سنيا يويو يافايينك ديارة ذاها سنوحا كجري بوري سادح ديارة ذوات أو أه ديارة ذاها لو يقانو SU أفري لاباتن إيو سيدو كالاتو SU تدوبي لاباتن وحا كالاو كجري بوري ديارة ذاها نولك سوديقني سدح ديارة دوتو يوغونا مغو عضوة فايانكو كوشيغي MICD الكابتريس ايو سيدو كالاتو خوب كالا ويوغونا سيدو شيغي اي سو تورين عيدمادة دولاد دالكي يوغرين لكن وحاكلو شيغي ان ديارة ديه ماانت اللي سورهدي يضو اي كوشيرتي MI افر إلا باتن ديارة دي الكابتر كايلا يرادو وحان فاشليني هابي النمادي سديد دي بشي مي هسند كان ينين ان سر النبويري سدح ديارة ذات وحكبضن او اي ليهين عيدمادة دالكي يوهن تاني ينتيا عن مركاسي كوقادني دقالك دالكي يوهن وحان بربوريني بويري مركا اللي يسكدر قودهان ديارة ذاها بابورت عيدمادة يوهن ايو سيدو كالاتو قلب كميلتيني اي ليهين عيدا ماذا دالك يوغرين ايا غارة يبويري كنتيني سديد كون بقول يو كوي سديدين قلب كميلتريغا كواس او دمان تودبا اي سوان اكسون ات تففترين او اي ابربريين بويري عيدا ماذا دالك روشكا وحا كجرو بويري قلب كان بربريني خوبكي اتكا اي عيدا ماذا بادا دالك يوغرين كاس وانا كول والقبين بويري إن هاد كدب عيدا مذينو لغوصو هرقادي كرو وحا كلاو شاقيا فايينكو إن مركاسي لبضي مالين إلا صوتا في سيدو كلاتو أي سوري دين ساقال إلا باتين ديارة ذاها جرونيسكا إي لادا هاي دولاد دالكي يوهرين أفايينكو وحا كلاو لبضي مالين إلا صوتا في وحان نولك صوتك نيبوري ساقال إيو لباتين ديارة ذات وحكا بضن وحانا كجري بوري ديارة ذاها نولك صوتك ني سيديد كاميرا ديارة اللي رادو بيركتار اما تي بي تو اي تركي غو سميي ديارة داس او افايين كوكو شاقي اني تهي مدو وحالست بضن اي هاتن عيدا ماذا دولاد روشكو اي سويني ساقاي لالينيان ديارة ذاها سي أفر كاميدا بويري واحان كادلينا كوا بيريكتار وحايا هايا بويري ديارة ذو جرونيزا كواس او دربباي توكتين بويري عيدا مذينا وحان سورني بويري لابد دي مالينا ودنبيهي وحاو شاقي إن عيدا ماذا دالك يوهرين
ayaa adeegsanayaan diyaaradda lagu farsameeyey gudaha dalka Turkiga ee TB2 la yiraahdo. Waxaana uu sheegay in diyaaraddaasi ay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ay adeegsanayaan ciidamada Ukraine ee mararka qaar buu yiri dagaalada nagu soo qaada. Waxaas oo dhan buu yiri hadda waxayse u muuqataa in markaasi ay ciidamada dowladda Ruushku ay si weyn uga feejigan yihiin dhibaatooyinka iyo qorshaha dagaal ee ka imaanaya dhinaca iyo ciidamada dowladda Ukraine. Dagaalka, inkastoo uu hadda si laba jibaarmay, haddana waxaa muuqanaysa sida la warinayo in ciidamada dowladda Ruushka ku dhooda ay yihiin kuwa haatan hub casriya keensaday gudaha dalka Ukraine, maadaama ay ka baqayaan in marka loo adeegsado hubkii reer galbeedka oo isaguna casriya, kaas oo Ukraine hadda lagu soo daabulayo. Diyaaradahan la soo riday iyo guulahan ay sheeganayaan ciidamada militariga dowladda Ruushka ilaa iyo hadda Ukraine kama aanay hadlin. Laakiin marka la isku daro ugu yaraantii 8 diyaaradood oo TB2 ah in dhulka lasoo dhigay oo howlgalladoodii ay fashilmeen ayaa ka dhigan in ciidamada dowladda Ruushku ay hadda hubkooda iyo hab nidaamka difaaca ee hawadu ay wax badan ka bedeleen. Waana suuragal maadaama Ruushka uu la dagaalamayo ciidamada NATO hubkii looga talagalay iyo sidoo kale kuwa reer Yurub. Hadda waxaa isaguna dalka Ukraine keenay hub casriya iyo mid ka mid ah nidaamka difaaca ee sida weyn looga kalsoon yahay ee ciidamada Ruushku ay ku ogaan karaan dhibaatooyinka ku soo wajahan. Haddii sida ay sheegayso dowladda Ruushka ay dhab tahay oo wax ka badan 30 diyaaradood laga soo riday ciidamada dowladda dalka Ukraine, waa khasaare iyo dhibaato inteeda la'eg. Iyadoo Ukraine hadda ay helayso taageero dhinaca militariga ah, taasi waxay keensanaysaa in ciidamada cirka ee dowladda Ruushku iyaguna ay sare u qaadaan dadaalladooda ay ugu jiraan ilaalinta ciidamada Ruushka ee dhulka jooga, maadaama kuwa cirka iyagu qaabilsan yihiin gantaalada ku soo wajahan ciidamada ee dhinaca hawada ka imaanaya. Dhinaca kalena, Moscow ma sheegin wax argoosi ah oo ay qaaday ka gadaal markii diyaaradahaasi ay soo riday, isla markaana hub kalena la sheegay in gacanta ay ku dhigtay. Dhammaantoodba marka la isku daro, wadarta guud ee diyaaradaha ayaa hadda Ukraine waxay ku sii noqonayaan gabaabsi, maadaama diyaaradaha dalka Ukraine hadda inta badanaanay duqeymo xoog la samayn karin. Waxaana la isku raacsan yahay in hawada dalka Ukraine hadda uu yahay mid aanay suurtagal ahayn in si dhiifoon ay ugu duulaan diyaaradaha dowladda Ukraine.